السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا جماعة. منين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بإذن الله. طبعا النهاردة تالت يوم العيد وصبحين على اليوم الرابع بإذن الله، يعتبر العيد خلص كده. طبعا احنا في الفترة بتاعت العيد ده يا جماعة انا ما مشيتش من المزرعة من هنا، طبعا كنت موجود على طول، هو يدوبك بس ساعتين ثلاثة في أول يوم ورجعت تاني. ما قدرتش أفارق الكلاب والله. صح يا شيكا ولا ايه؟ صح. وانت شكلك ما كنتش قادر تفارق الكلاب، مع اني حاسس ان انت جاي النهاردة بالعافية. يا راجل. طبعا يا جماعة البعد عن الكلاب بتبقى حاجة غريبة والواحد ما بيرتاحش نفسيا وبيرجع بسرعة تاني. تمام. احنا دلوقتي طبعا الساعة دلوقتي 1:30 اهي بالليل. هنخش دلوقتي العنبر بتاعنا احنا ونشوف ايه الكلاب المطلوقة ونشوف عاملين ايه في الاكل. وكمان كان في عندنا نتايات حيضة مالينو وهاسكي، هنطمن عليهم نشوف النتايات الحيضة ديت هل جاهزة للجواز ولا لسه. تابعوا معانا كده وتعالوا نخش مع بعض. يلا كبير، يلا جوه جوه. بس ايه؟ طبعا يا جماعه دخلنا العبر اهوت. تمام. في كلاب مطلوقه وكلاب صغيره. تمام. بس شوفوا بقى طبعا الكلاب بتعمله المعلم محمد كان سايب المكنسه هي. تمام. سايبها في الارض. بص على العضو ازاي. تمام. وانا قايل له كذا مره محمد ما تسيبش مكانس او مساحات او اي حاجه في الارض، لان هو طالق الكلاب الصغيره عشان بتاكل دلوقتي. بس طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنطلع بوكس، فهو كان طالع الكلاب الصغيره عشان تاكل. و فين المكنسه بتاعتها؟ طبعا هم كانوا واخدين المكنسه، الكلاب الجولدن اللي هي جراوي الجولدن واخدين المكنسه. تمام. وبيقعدوا فيها. نفعت ولا باظت؟ فاضل نفعت. تمام. طبعا واخدين المكنسه وداخلين بيها في البوكس جوه بيعضعضوا فيها. وانا قايل له كذا مره محمد ما تسيبش المكانس والحاجات دي. بص يا محمد، خلي المكانس والحاجات دي في الاوضه علشان ما فيش حاجه تكسرهم. يعني ينفع كده؟ انا هنسيح لك في الحلقه ديت وعلى اليوتيوب، هنخلي كل الناس تتفرج عليك. بص يا جماعه، ما ينفعش طبعا. المفروض ان احنا عندنا مكان اللي هي اوضه الفرخ ديت، في باب المفروض ان هو يوقف المكانس والمساحات كده بالشكل ده. تمام. اي حاجه مصرح ان الكلاب تمسكها لا، لازم نبعد عنه. معلومه لكل الناس اللي هي بتربي كلاب في شقق وحاجات من ديت، في مشاكل كتير بنعيشها، اللي هي ان الكلب يروح يمسك الانتريه ويمسك الكراسي ويمسك الحاجات دي كلها، يكسرها ويدغدغها ويقطع وعايز. طبعا كل ده ليه؟ كل ده لان الكلب حابب ان هو يلعب، حابب ان هو يتنطط، حابب ان هو يعمل حاجات. طبعا هو مش لاقي حاجه يلعب بيها زي ما انتم شايفين الكلاب الصغيره الجولدن. طبعا بيجروا وبيتنططوا وبيلعبوا. تمام. برده في جراوي هاسكي في الموضوع اهيت، في جراوي هاسكي معاهم. تمام. جايين هناك اهو. طبعا يا جماعه الجراوي الهاسكي ديت برده بتحب تتنطط وشقيين جدا وبيلعبوا وتنطيط بطريقه غريبه جدا. حاجه كمان يا جماعه كنا عايزين نقولها في الحلقه ديت، احنا محتاجين ذكر للو صغير. تمام. يكون حجم يعني صغير خالص، او حاجه بكنيز مثلا، محتاجين ذكر او ذكرين. تمام. اي حد عنده حاجه حابب ان هو يبيعها فاحنا تحت امركم، يشرفنا هنا في المزرعه وباذن الله هنشتريها منه فورا. بس اهم حاجه يكون في الاحجام الصغيره زي قشين كده. تمام. حاجه تكون في الاحجام اللي هي احجام قشين، الاحجام الصغيره او احجام مشمشه، يعني زي مشمش بالظبط. تمام. اهي حجم واضح قدامكم. دي حاجه احنا محتاجينها. عندنا هنا ذكر، بس محتاجين ذكر كمان. تمام. فاي حد عنده اي حاجه حابب ان هو يعرضها او حابب ان هو يبيعها شرفنا هنا وباذن الله هنشتري منه فورا. حاجه كمان يا جماعه، احنا كنا محتاجين هنا في المزرعه بنات زي يعني عاملات للشغل. تمام. طبعا بمرتب كويس، في هنا متوفر اقامه وفي عربيات تنقل الناس اللي هي من محافظه البحيره. تمام. يعني في عربيه خاصه معانا للمزرعه بتنقل الناس، بتروحهم لحد دمنهور، من المزرعه لحد مدخل دمنهور، ومن مدخل دمنهور الصبح بتجيبهم لحد المزرعه هنا. تمام. اما بالنسبه للناس اللي هي من بره دمنهور في مكان اقامه. طب في ناس تقول طب انت مش عايز شباب ليه يا كابتن؟ لان ده سمعناه كذا مره. دي طبعا اللي احنا محتاجينهم عاملات، عباره عن عاملات نظافه للمكان، عباره عن عاملات، عباره عن سكرتيره. تمام. عباره عن عامله بوفيه، يعني محتاجين كذا حاجه. مرتب كويس ومناسب طبعا للناس اللي هي هتتابع معانا. تمام. غير برضو ان في زيادات بعد كده حسب الشغل بتاعه.
تمام. تعالوا بقى نشوف اللي احنا اللي شيكا طلعوا النهارده ايه، ويا ترى بيعملوا ايه. طبعا هو دلوقتي البوكس اللي مفتوح عليه اللي هي بوكس تمر، تمام، بوكس اسف كلابش والكلاب الصغيره. طبعا كلابش انتوا عارفين ان هو لسه مش كبير قوي، فاحنا لسه ما نقلناهوش مع الكلاب الكبير. ايه لازمتها البوكس دي يا جماعه؟ البوكس دي بنجمع فيها الكلاب الصغيره اللي هي اعمار صغيره زي اللولو، الجولدينات، الجراوي، الحاجات اللي زي كده، حتى معاهم نتايروت تعتبر جرويه. لو حطيناها في وسط الكلاب الكبيره باذن الله هيدمروها خالص، فاحنا بنبعدها عن الحاجات ديت وبنحطها مع الكلاب الصغير. تعالوا بقى نشوف هل في اكل ولا شيكا منفض لهم ولا ايه بالظبط، لان طبعا طبعا الاكل موجود يا جماعه والميه موجوده، تمام. في ناس هتستغرب هتقول ايه الاكل اللي انت حاطه للكلاب ده، تمام. طبعا الاكل هنا عباره عن كفته مثلا، حاجات زي كده، تمام اهي، تمام. طبعا دي كفته، في حاجات زي كده، دي كباب اللي هي كبيبه ديت، تمام اهيت، تمام. طبعا ده الاكل بتاعهم، الميه موجوده قدامهم اهي، تمام. طبعا ده عباره عن طشت، لو حد يعرف الطشت، الطشت ده بيبقى حاجه كبيره عباره عن حاجه المونيا بنحط فيها الاكل، بنجمعها وبنطلع بوكس بوكس. الكلاب دي كلت اظن، ها الكلاب دي كلت صح؟ طب احنا لو قلنا للكلاب الهاسكي يخش جوه هيسمعوا الكلام زي كلابنا؟ يلا جوه. طبعا الكلاب الهاسكي دي يا جماعه لسه جديده، جراوي جديده، فما يعرفوش كلمه يخش جوه. يلا يلا جوه 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 جوه. طبعا لازم نعلمهم كده واحده واحده كده يا جماعه. يلا جوه، ها جوه جوه. طبعا من الواضح ان هم لسه مشتتين، بالراحه عليه. يلا، طبعا من الواضح ان هم لسه مشتتين يا جماعه. يلا يلا يا جماعه. احنا خلصنا البوكس ده، هو مطلوق من ساعتها على فكره، واكلين وشاربين، ودلوقتي من الواضح ان هم بيلعبوا مع بعض، تمام، هم بيلعبوا سوا، تمام. طبعا شكل جميل ومنظر جميل لما تلاقي الكلاب عندك كده، معنى ان الكلب بيلعب معنى ان الصحه كويسه جدا، تمام. تعالوا بقى الدور كده على الكلاب الهاسكي الكبيره، تمام اهم. على مين؟ انت بدات من هناك. بص يا جماعه، من الواضح ان شيكا بدا من اول العنبر من هناك، يعني معنى كده ان كده الدور على الكلاب الجولدن كده يا جماعه، الدور على الكلاب الجولدن اللي هو لاكن وبقيه النتايات اللي معاه، تمام. بصوا بقى اول ما نفتح كده، يلا واضح. تعالوا نبص عليهم بيعملوا ايه. ايه 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 اخافوه. انا على فكره بس يا جماعه، لو ملاحظين ان الكلاب اتعودت ان هي تعمل حمام بره المكان بتاعها، تمام. بنطلع الكلاب بتاكل وتشرب وتعمل حمام وتظبط نفسها تمام التمام، ويبدا يخش البوكس بتاعها. حتى لو لاحظنا ان المكان هنا في النص مكان الطلق كل شويه، تمام. مفيش اغلبيه الكلاب دلوقتي اتعودت ان هي ما تعملش حمام في الاماكن بتاعتها، تمام. طبعا دي طريقه كويسه. تعالوا بقى نخش عند الكلاب اللي هي الحايضه ونشوف اخبارهم ايه، ونشوف هل نضفهم وجاهزين للجواز ولا لسه ما جهزوش. طبعا معانا دلوقتي نتايتين يا جماعه، منهم نتاي هاسكي ومنهم نتاي مالينو، تمام. نتاي هاسكي طبعا، نتاي طبعا هنطمن عليهم. شوف كده يا باشا، يلا افتح علشان انا عايز نمسكه وانا بتصور. امسك كده، هات الكاميرا عليك. تعالى.
بس دي لسه طبعا يا جماعه دي لسه تمام لسه الدم هو لسه الدم خالص بقى هنضطر نسيبها شويه بس هنقلب ايده ونشوف السلام عليكم ورحمة الله.